مرحبا بالجميع، هذه سلسلة لتعليم البابغاوات الكلام. كيف نستطيع أن نعلم البابغاوات الكلام؟ نستطيع أن نعلم البابغاوات الكلام من خلال تكرار الكلمة، وهذه الفيديوهات التي على القناة هي مسجلات لتلقين البابغاوات الكلام، لأن البابغاء كما نعرف إنه لا يتكلم إنما يقلد، وعليك أن تكثر من تكرار الكلمة كثيرا. ما عليك إلا أن تشغل هذا الفيديو أمام البابغاء في الصباح وفي المساء، وعليك أن تبعد البابغاء عن أصوات التلفزيون حتى لا يحدث له تشويش، وحتى يستطيع البابغاء أن يركز على الكلمة. متى نبدأ في تعليم البابغاء الكلام؟ نبدأ في تعليم البابغاء الكلام من بعد الفطام مباشرة. متى يتكلم البابغاء؟ يتكلم البابغاء عندما يحفظ الكلمة، وهذا الأمر يختلف من فرد لفرد آخر ومن بابغاء لبابغاء آخر. بعض البابغاء يحفظ بسرعة البرق مثل بابغاء الكاسكو الرمادي الأفريقي، وبابغاء الدرة الهندية قد يأخذ من 6 أشهر إلى سنة كاملة حتى ينطق أول كلمة. وإذا نطق أول كلمة فإنك باستطاعتك أن تلقنه المزيد من الكلمات، فالكلمة الأولى تحتاج إلى وقت طويل. الكلمة الأولى تأخذ وقتا طويلا، وعندما يتكلم البابغاء الكلمة الأولى فإنك بإمكانك أن تعلمه الكلمة أخرى وسوف ينطق بها بسرعة البرق، يعني لن تأخذ معه أكثر من أسبوع إذا كررت له الكلمة وشغلت المسجل باستمرار. ما عليك يا أخي الكريم إلا أن تترك هذا الفيديو بجوار البابغاء في الصباح وفي المساء، لأن البابغاوات تكون نشيطة في الصباح وفي المساء. عليك أن تكثر من تكرار هذه الكلمة، وعليك أن تكثر من تكرارها عند تقديم الطعام حتى يرتبط الطائر بهذه الكلمة. وتعالوا بنا في هذا المسجل لنكرر كلمة جميلة، إنها كلمة يا رب. هذه الكلمة كلمة بسيطة، وبإمكان جميع البابغاوات أن تتعلمها وأن تحفظها، لأنها كلمة بسيطة. كلمة إنها كلمة يا رب. هذه الكلمة كلمة بسيطة، وبإمكان جميع البابغاوات أن تتعلمها وأن تحفظها، لأنها كلمة بسيطة. كلمة تحتوي على مقطع واحد، ليست كلمة طويلة. فبعض البابغاوات مثل الدرة الهندية يصعب عليها أن تنطق الجمل الطويلة، مثل جملة لا إله إلا الله وجملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه جملة طويلة. أنت إذا أردت أن تعلم البابغاء يجب أن تبدأ بكلمات بسيطة مثل كلمة كوكو أو كلمة يا رب.